الخير عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده في هذا النهار. يا ربي 10 ونص دابا عندي واحد العراضه عندي شاديه في اليوم، وبغيت ندير واحد الشيوات ديال الغداء وبغيت نشاركهم معكم. كلهم مختلفين دائما كالعاده، كاين دائما الجديد. ما نطولش عليكم، خليكم مع الطريقه والمكونات. اول حاجه كنبدا بها هي الخبز. الخبز لان الحاجه اللي كتطول خاصكم تعرفوا كيفاش تنظموا الوقت ديالكم العراضات باش تغلبوا على الشقه ما يغلبكمش. غنبدا بالخبز هو الاول. ها انتم كيف ما تشوفوا معايا، شطرا واحد البول وعندي هنايا النخاله ديال الشوفان اولا الكروسكا ديال لافينا. ها هي اللي ما كتعرفهاش، كروسكا ديال لافينا. لافينا هي الشوفان، البنات كتسولوني عليها، والكروسكا هي النخاله. صافي، وغادي نضيف منها واحد شويه هنايا، نزيد واحد شويه لان غنكثر الخبز هكا، وغادي نضيف عليها الماء، الماء سخون دافي ديال العجينه مزيان. نحاول كاع نغطيها هكا، وغادي نضيف معها واحد شويه ديال الخميره الفوريه. صافي هكا، وغادي نخليها هنايا تخمر. داكشي بحال غادي الشوفان عادي دائما كنلقاه. صافي، ما غنزيد معها حتى شي حاجه، نخلي كلشي هكا واحد 10 دقائق ونتلاقى معكم هنا. صافي، من بعد ما كترطاب ليا هذيك النخاله وكنضيف ليها زيت الزيتون، غنضيف واحد شويه ديال زيت الزيتون هكا شويه، وغادي نضيف الملح. ندير هنايا الملح حتى ندير القياس ديالي هكا، وغادي نضيف ليها الدقيق، غندير تقريبا واحد كيلو الا ربع ديال الدقيق. صافي، وتنجمع دابا كلشي بالماء، تندير الماء الدافي، الكركم تشهيت شويه ديال الكركم مع الخبيزات هكا شويه هكا، يعطي اللون شويه وتبنن، وفي نفس الوقت صحيه. دائما كنحاول ندخلها في الاطباق ديالي. غنجمع كلشي دابا مزيان هنا العجين من بعد ما تدلك ليا مزيان. ها انتم شوفوا معايا هكا، ودهنته غير شويه ديال الزيت، وغنغطيه بواحد البلاستيك غذائي وغنخليه يرتاح. وهذه هي العمليه الاولى كاع ملي تكون عندكم اي عراضه، اي شغالات، شي حد جاي عندكم الا خاصكم الخبز. هذه هي الطريقه اللي كندير انايا الاولى باش نغلب على الشقه ديالي. صافي، دابا غندوز للغديوه مباشره. صافي، هنا باش غجت الحيمات غشللتهم غسلتهم، وغادي نوضع هنايا في الكوكوت بهذا الشكل هذا هكا. هنا صافي، درت الكركم، سكينجبير، القرفه مليحه، واحد شويه ديال السودانيه ما كنديرش البزار، وغنضيف كلشي هنا لهاد اللحم هذا. غنحركو مزيان هنايا في هاد العطريه مع واحد شويكيكه ديال الماء بحال هكا. صافي، وغادي نمارينيه تما في هذاك، وغنخليه واحد شويه، وانا غندوز غنقي هاد القزبر مع المعدنوس غنركو وهاد البصيله بينما هو شرب ليا واحد شويه هذا، وغنرجع ليه. صافي، هنا ركقت على القزبر والمعدنوس والبصيله درتها هنايا، وغندير معها الثوم هكا، وغنرقق كلشي هادشي. صافي، هنا شلطت هاد البصيله هادي، والكوكوت ها هي غنشعل عليها دابا، وندير فيها هاد البصيله. غندير معاهم شويه ديال المعدنوس، شويه ديال القزبر. صافي، تنحرك هادشي كله، غنخليه على نار مهيله، غنسد عليه الكوكوت من الفوق، وغنخليه حتى يتقلى مزيان بلا زيت بلا والو. الحيمات عطات ريحتهم، ها نتوما شوفوا معايا، تلقوا هذاك شويه ديال الماء ديال البصله بدات تطلق. غنقلبهم دابا هنايا. صافي، وغنقاس عليهم، ما غنسدش عليهم الكوكوت، وغنخليهم هكا تتعلق هذيك البصيله مزيان. وغنمشي دابا نغسل كاع دوك الميعنات، نجمع الدنيا. شميت الريحه ديال الكوكوت، داكشي مقلي طلق الريحه زوينه، ريحه ديال المريقه. ما بغيتش ندير الزيت لان بان ليا اللحم ميدم، ولا بغيتو المريقه تجيكم خاطره ومعلكه وما ميدماش فيها داك الزيت كيرقص الفوق، ما ديروش الزيت الا بان ليكم اللحم ميدم. انا ما درتوش اصلا كاع المريقه، غادي تشوفوها معايا كيفاش غادي تجي في الاخير معلكه، جات زوينه خاطره لان ما فيهاش الزيت. ها نتوما غنسد الكوكوت، درت غير كاس ديال الماء، وغنسد عليه دابا، غنقاس عليه نار مهيله، وغنخليه حتى
ايه نحس به نص طايبه. وهنا غنرجع للعجين ديالي ها هو من بعد ما خمار صافي. دابا وغادي نبدا نشكلهم. قسمت هاد العجين على ثلاثه، درت واحد ثلاثه الخبزات جبت الطاوه وصافي. غادي نقرصهم هنايا. هنا درت غير شويه ديال القوق، راه ديما مشاركه معاكم الوصفه ديالو. القوق درت معاه الزيتون الثوم المعدنوس مليحه وشويه ديال الزيت وواحد نص كاس ديال الماء صافي. وغنخليه تما حتى يطيب ليا على خاطرو، كنقص عليه النار كنساه كيف ما كتشوفوا معايا هكا. نصب عليه هكا وغنرجعوا للكوكوت. ها هي الطاجين، انا غادي نحولها في الطاجين وغنجيب دابا هاد الحيمات هادو راه طلعتهم الطيوبه، غنوضعهم هنايا في الطاجين. صافي تنضيف ليه هاد المريقه هادي هنايا هكا شعلت عليه دابا وغادي نجيب باش غادي نخضرو. صافي هنا درت غاديك بطاطا الحلوه وواحد نص حامضه وشفرج لها هو شديتو ونقيتو حيت لي القلب ديالو وشرطتو من هنايا واحد ربعة شريطات. وغنحاول تا هو نزين به الطاجين هكا، نديرو تا هو مع الجوانب. الدراري الصغار ما غيبغوش ياكلوا لينا الشفرج. تكريدي طاجين دي لوسو، طاجين دي لوسو سي. راكم ما عرفتش غنديروا لك تاعي ونسوك راه تيقاد شامه ما نجاش. خليت واحد شويه ديال هاي الكره في بول هاد المرق هذا غنخوي عليه هنايا. ومره مره غادي نبقى نهز ريبت هادشي، غنبقى نهز من الجوانب ديالو ونسقيه هنايا الفوق باش غيشربوا ليا كاع هادشي المرق. بحال هكا مره مره فين ما دزت غادي نحل الطويجين وندير ليه هكا باش تشرب كاع هاد المريقه هادشي القوق والبطاطا وكلشي. بريندي دوتي السابور اه بالضبط والبرودينه. صافي الخبز رانا دخلته للفران، القوق حتى هو راه واه غادي بلاتي تشوفوا نسد على هذا. ميس يا بونا كارتشون في جاك بونا سي باش معاهم الزيتون كوني فونغي نو سينسا فونغي كومي سينسا فونغي. هنا دخلت الخبيزات الفران ونسيت ما رشيتش عليهم الماء. ندير غير هاد الرشاشه هكا وتنرش عليها الماء مزيان. ايكوسي اون بيانتا كي ستاي باغناندو مري سي اون بيانتا ديف كريشر دنتر الفرن باش بلونت هادي تاكلش الخبز مزيان باش تيجي احمر. تخافوش من الماء رشو مزيان صافي. وغادي نعاود نرجع دابا يكملوا الطياب ديالو. اوكي هادي ما غنساهاش، هاي نرشها مزيان. هذا هو السر باش يجيكم الخبز ديالكم احمر، تخافوش من الماء. صافي وندخلها دابا حتى هي الفران. نديت غير واحد السلطه ها هي درت فيها كاع الفغوي والخضار كلشي، الباربات التمر لافوكا البرتقال الكيوي مطيشه والكرموس. كرموس كرموس درت والقرقاع التمر قلتو لكم. صافي درتها هكا وغادي نديروها حتى هي مع القوق. القوق ها هو وجد، غنوري لكم القوق هو طفيت عليه. طويجين راه هو غادي ها هو كيف ما شفتوا معايا راه هو غادي. مره مره تنسقيه ناقص عليه مزيان ومخليه. والخبيزات غنوري لكم الخبيزات تا هما. نورينك هذا الخبز خبيزات ها هما شفتوهم ها هما طيبات مزيان. دابا نقطعهم تا هما من بعد صافي. وغنبدا نوجد دابا في الطبله. هنا الرمان تا هو حطيتناه ها هو، درتو هنا في الجبيبنات ودرت عليه غير شويه ديال النعناع باش نعطي ديكور الكولور تا هو زوين. صافي وغنحط كلشي في المائده دابا. صافي بقى لي غير القوق. دابا غنوري لكم الشكل النهائي ديال المائده ديالنا. النهائي ديال المائده ديالنا هو هذا. العراضه 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 اللي درنا بصحتكم انتم. ها الطويجين ها هو باش هيتكم. ويلا ويلا كمبرابيه خصنا عمي مسكينه. ها انتم شوفوا ما شاء الله شراب طفيت عليه واحد شويه دابا شرب ديك المريقه ديالو. بغيت نخليو حوليه بغيت نخلي واحد شويه ديال المريقه باش نغمسو. والشليده ها هي الرمان تا هو من بعد نهضمو به. القوق ها هو راه كيجي رائع القوق. والحوته ديال جاكومو ها هو اللي بغات تشوف الطريقه ديالها وداك الشيء غنخليها لكم في القناه ديالو. وشنو تاني صافي الخبيزات ها الخبز ها هو كوك
كوبيسه خبيزات اللي بغات الخبز يجي محمر مقرمل طرش عليه غير الماء وصافي. هانتوما شوفوا ما شاء الله مقرمش. والعصير ديال البرتقال عصروا جاكم، وهذا العصير المعتمد ولا عدي ديال البيره اولا بعويده ولا الاجاص. واحد الاخت قالت لي شنو هو الاجاص، قلت لها راه هو البعويده. ومن بعد الغديوه درت لهم قهوه كيف ما تشوفوا معايا هكا، عمرت غير الناس الكبار اللي شربوا القهوه، حليتها غير شويه ديال العسل اللي بغى سكر درت ليه العسل وصافي. وهذا هو الفيديو ديالي. يلا شكرا لكم على المتابعه والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش لايك وبارطاج. مع السلامه. تشاو.